جهاز الأمن الوطني جهاز بني واستحدث لأمن المواطن وأمن الوطن، وليس العكس، وليس للحصول على المناصب وليس لاستغلال المناصب الوظيفية. العامل في جهاز الأمن الوطني يجب أن يتمتع بالإيثار، يجب أن يكون أهل للمسؤولية. هذا الموضوع أخواني لن يتم التساهل معه أبدا، ونحن في الجهاز مؤخرا أحلنا عدد من الحالات إلى القضاء كسابقة في هذا الموضوع. واجبنا جميعا أخواني أن يكون هناك تواصل إيجابي مع المواطنين، أن تكون نوافذنا مفتوحة، نوافذنا الرسمية وقنواتنا الاستخبارية مفتوحة للتواصل مع المواطنين واستثمار الجهد الوطني والجهد الشعبي في سبيل تعزيز الوضع الأمني. الثقة لا تأتي من فراغ، الثقة تأتي أيضا عندما يقدم الجهاز الأمني والجهاز الاستخباري نفسه كحامي للمواطن. لا يمكن أن نقدم أنفسنا بالصورة التي أشرت إليها من أن دون أن يكون حقوق الإنسان عامل أساسي في نشاط وعمل جهاز الأمن الوطني. مع الإرهاب توجد هناك تحديات كبيرة أخرى، يوجد لدينا الجريمة المنظمة، ويوجد لدينا أيضا عصابات خارج عن القانون، ويوجد لدينا جرائم نوعية جديدة مثل الجرائم الإلكترونية. اليوم يتعرض المواطن العراقي إلى هجمة شرسة، قسم منها يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، قسم منها يتعلق بالاختراق الإلكتروني، ولكن طبعا يوميا جهاز الأمن الوطني يعالج عدد من الأهداف ويفكك عدد من الشبكات الخطيرة جدا. العاملين الداخلي والخارجي يتطلب منا دائما أن نواكب وأن نحدث آليات العمل وأن نهيئ الرجال المناسبين للمواقع المناسبة. ولهذا السبب أجرينا مؤخرا عدد من التغييرات في الجهاز في مواقع قيادية، في مواقع متقدمة، استنادا إلى تقييمات واستنادا إلى تقديرات تتعلق بحجم التحديات التي يتعرض لها العراق ويتعرض لها الأمن الوطني العراقي.